ليكو ليكو هو هون اكيد. معقول يكون ساكن يلا. هون حظنا حلو انه الفضيحه انتهت على خير. حسيبه ابي وامينه ما وصلوا؟ ايه بلا ما بقى الا يوصلوا سيد عاكف. مين عم يدق؟ ها اكيد هدول هنن. اهلا. لك استني شوي. مين انتو؟ عاكف بيك؟ ما بعرف مين هدول، ما قدرت امنعهم انه يدخلوا. بدنا مصاري من ابنك. مين انتو شو عم تعملوا عندي هون هلا؟ يا سيد عاكف، نحن من داش كيران، ابنك المصون عليه دين لكل الموجودين. عليه دين 1,000,000 ليرة. ها؟ شو عم تحكوا؟ انا مو فهمان شيء، دين شو هاد اللي عم تحكوا عليه؟ يعني عم تدهموا البيوت وتاخذوا مصاري؟ يعني لازم نجي بالليل مثلا؟ ابنك عملنا مصيبه يا استاذ وخرب لنا كل المحصول وبدك تدفع ثمن هالشيء. انا لحد هلا مو عارفان عن شو عم تحكوا ولا فهمان السيره من الاساس. ارجي الورقه بابا. اللي هذا مو ابنك؟ هذا الشخص جانا بمظلة وللأسف خرب كل شيء اشتغلناه خلال سنة كاملة. ايه والله دمر السيارة الوحيدة اللي منبيع عليها المحصول. لا هذا مو ابني، ابني عم يدرس بأوروبا. كيف لا؟ ليكو ابنك موجود عنا، أكيد كذب عليك كمان. مو؟ أكيد. الشبية اللي بالصورة مو ابني، ما بعرفه، ولو إنه ابني ما لازم دق له وأحكي معه بهالفترة؟ مو شايف كاتبين على الصورة إنه ضايع؟ زيليش الحق معه والله. صح ايه والله معه حق. ايه صحيح. لو ما هرب ابنك كنا جبناه لهون لعندك، بس هرب. هذا الشاب اللي عم تدوروا عليه مو ابني، وطلعوا من هون قبل ما اتصل بالشرطة. يلا يا حراس. شو هاد؟ شو؟ كيف فينا نعرف انك ما عم تكذب؟ بلكي بدك تحميه منا. انا اللي لازم اعرف اذا عم تبتزوني وتكذبوا. يا حراس فهم شغله، نحن مو شحادين. يا حراس انت لازم تقول الحقيقه. ايه مثل ما ستوهم برا، ما بدي اضيع وقتي مع هدول الكذابين. يلا برا ستوهم برا، اذا بيقربوا لهم بتكسروا رجليهم. يلا معك روح. عيب عليك علي لين ادعم. عينك 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 تعرفين مو على كيفك. انا برجع يا محمد بس اكمشك رح شقفك بايدي. خلاص كفايه عليك. نحن ما رح نسمع لك حدا. هذا حقك والعالم وما رح نسمع لك. نحن بدنا نخبر الشرطه. والله تجي امشي. والله لندفعكم ثمن هالشيء. انا برجيكم. نتواجه. قربت كل الشاكات اللي لقوا. انا بفرجيكم. شو اللي عم يصير قدام الفيلا؟ لا بابا. يلا امشي. أهلين وسهلين. شو صاير؟ ومين هدول؟ هدول كم مزارع جايين من الشركات التعاونية بابا، بس هيك. تفضلوا لجوا. وليش خليتهم يدخلوا؟ كان الباب مفتوح. معقول نحكي هون بابا؟ يلا تفضل. يلا أمينة يلا فايتين يلا. لما شفت هالشوفه قلت في أخبار جديدة عن محمد. ما عندك ولد اسمه محمد، بدك تنسيه؟ تعال بابا فوتي أمينة فوتي. ليش بتحبوا تحكوا كل شي عند الباب؟ يلا بابا. أنا رح أقتله. شو هاد يا؟ رح لاقيه وقتله وأخذ مصري. هلأ أنت لاقيه وبعدين كل شي سهل. لحد هلأ ما منعرف مكانه. لك لوين راح هاد؟ كنت متفائل بهالمشوار. معقول أبوه عم يكذب؟ أنا من جهتي ما راح أثق بحدا من هون ورايح. معقول ما بيسأل عن مصير ابنه؟ قلنا له ابنك نزل علينا بمظلة وما اهتم للقصة. شاكر معه حق أكيد. اللي عنا هو محمد آغا الأشقر مو محمد آغا يمنير. إذا كان محمد ولا لا أنا رح لاقي. شو هاد؟ زيليش عمالك شوي. زيليش عمالك شوي.